ابن عمتي ان قلبك جامد قوي. اصل رضوان قال لي على 10 دبابات اللي فرقعتهم في الحرب. جوام عملتهم 10 رضوان؟ يا راجل اتبحبح واحنا دافعين حاجه من جبنة. وانت بقى قلبك جامد في ايه؟ لو صحيح عايز تتكيفه من بنت خالك كنت تعالى شوفني اول ما دخلت الاصلاحي. ايه خشني خشني خامه يعني وعانها وكانوا عايزين يفلقوني. ايه اللي بتقوليه ده؟ خشني ويفلقوني؟ يفلقوني يعني ايه؟ يفلقوني يا ابن عمتي يعني كانوا عايزين يرقعوني على الاموك عشان يكسروا مناخيري ويمشوا رايهم عليا. وعملت ايه يا بنت خالي؟ عملت عتريس. عتريس؟ كيف بقى يعني؟ شلت كرسي وهبدته في لمبه العنبر. قلبتها ضلمه وعينك ما تشوف غير كل صاحب عاهل. كله عمل عيش وبقيت انا البرينجو عليهم بعد كده. يا نور النبي برافو عليك يا بنت خالي يا مجدع. مالك يا سالي؟ مش مبسوط ان بنت خالك بنت مجدع؟ دي مش مجدع دي بلطجه. في حاجات كتير فهمتها غلط يا عزيزي وربنا يقدرني وافهمك الصح. يعني مثلا ليه ما ترجعيش المدرسه تاني؟ يعني بعد ما شاب ودوك كتاب اللي يستحق الاعلام ولاد رضوان. يا ريت يا عزيزي. ويا ريت ليه؟ المدرسه ما هي جنبنا. يعني ممكن سيب الحكايه دي في رقبتي وان حبيت ادخلهم لك الجامعه من اولها انا سداده. والله ما قدرت تسيب لك ذكرى عطره يا خالي. طول عمرك اسد ولما خلفت خلف ايه؟ اسد برضه.